هو على مستوى الاستعدادات. بطبيعة الحال احنا في مسار انتخابي يتحدد بثلاثة عوامل: العامل البشري، العامل اللوجستي، والعامل التشريعي. العامل التشريعي مجلس الهيئة تقريبا أنهى كل الأعمال المتعلقة بالقرارات الترتيبية وقع نشرها بالرائد الرسمي. بالنسبة للجانب اللوجستي، وقع توزيع المواد من المخزن المركزي للهيئة إلى المخازن الجهوية. الآن هناك مرحلة توضيب مواد على مستوى الهيئات الفرعية، لأنه نهار الجمعة اللي هو عطلة رسمية بالتعاون مع وزارة التربية، سيقع توزيع هذه المواد من الهيئات الفرعية إلى مراكز الاقتراع اللي هم 4551 مركز اقتراع. في خصوص الانتخابات، المسار الانتخابي كما نعرف كل اليوم هو انطلاق عملية الانتخابات في الخارج. نعرف كل اللي هي ثلاثة دوائر فيها مترشح وحيد. المترشح الوحيد القانوني نص أن الهيئة تعلن فوزه مهما كان عدد الأصوات. ثلاثة دوائر هذه فيها 155 ألف مسجل عندهم حق التصويت. الدوائر هذه كذلك فيها 140 مركز اقتراع وفيها 175 مكتب اقتراع. الإقبال هو الإقبال في الانتخابات دائما في الخارج، هو الإقبال خاصة في اليوم الأول دائما يكون ضعيف. الإقبال إلى غاية تقريب منتصف النهار هناك ما يقارب على 110 مواطنين قاموا بالتصويت في هذه الدوائر. ما زالت توجينا إن شاء الله إلى في حدود الساعة السادسة الحصيلة اليومية لليوم الأول من التصويت في الخارج، ونعلن عليها إن شاء الله في بلاغ رسمي على الموقع متاع الهيئة. هو احنا نعرفوا الشيء هذا بطبيعة الحال، تقريب المسارات كلها هي تكون فيها نوع من التوتر، نوع من الاختلافات، نوع من الاجتهادات. كما الاستفتاء، كما الانتخابات التشريعية، هناك من هو مقاطع للمسار، هناك من هو مع المسار، هناك من ينتقد حتى الهيئة، هناك حتى من يرفض التعامل حتى مع الهيئة باعتباره أنها احنا وصلنا حتى باتهام وأن هيئة رئيس، هيئة معينة إلى آخره. اللي نحب نأكد عليه وكون المسار الانتخابي هذا هو عدد 8 بالنسبة لي منذ سنة 2011 بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. احنا أعمالنا هي اللي باش تجاوب ربما حتى على الاستقلالية والحيادية متاع الهيئة. قراراتنا الترتيبية مش نخدم وحدنا، نحن تحت رقابة مجتمع مدني، تحت صحافة، تحت إعلام، وتقريبا حتى كل العدد متاع الاعتمادات اللي وقع أعطاها بالنسبة للملاحظين الدوليين وإلا حتى المحليين، الصحافة الأجنبية والمحلية، نخدم تحت رقابتها، نخدم تحت رقابة قضاء كذلك، محكمة إدارية ومحكمة محاسبات. تقاريرنا هي اللي باش تجاوب من بعد، وهذه هي من أكبر الضمانات الموجودة في تونس. فيما زاد على ذلك كل التجاذبات بطبيعة الحال نحن في منأى عنها كهيئة انتخابات، لأنه التجاذبات هذه نحاول أن نبعد عليها، لأن مسألة نحن نحب دائما في جانبنا التقني القانوني الفني نعمل في انتخابات. الفائدة والأهم بالنسبة لنا هو أن الهيئة نحسبها على النتيجة متاع الصندوق في النهاية. هما الثلاثة دوائر المعنيين اللي فيهم ثلاثة مترشحين هما تقريبا في حدود 150 ألف. بقية الدوائر بالنسبة للمواطنين المسجلين معناها اللي هما سبعة دوائر ما فيهمش انتخابات، ما عنديش العدد بالضبط، لكن السبعة دوائر هذو ما فيهمش مترشحين. بعد أكيد باش يزيد لهم انتخابات جزئية، لأنه مجلس نواب الشعب هو بعد باش يكون سيد نفسه، باش يعاين الشغور متاع الدوائر هذه ورأس الهيئة في إمكانية متاع إجراء انتخابات جزئية. هم في كل الحالات مش بيشاركوا في العملية. اللي لاحظناه أهم حاجة بالنسبة للمسار الانتخابي للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر هو كونه خاصة بالنسبة لوحدة رقابة التغطية الإعلامية اللي لاحظناه في الواقع، وأنه هناك احترام كبير من وسائل الإعلام سواء كان العمومية أو الخاصة لقواعد الحملة، لأن اعتمدت في الأغلبية القواعد الموضوعية واعتمدت مبدأ التناسب ومبدأ المساواة، وهذا لاحظناه حتى من التقارير اليومية اللي جينا من وحدة الرصد بتاع التغطية الإعلامية، وهذا هام بالنسبة لنا ومهم جدا، لأنه حتى الصحفيين والإعلاميين ربما بخبرتهم في ثامن موعد متاع مسار أصبحت لهم من الخبرة والدراية اللي هي تمكنهم من تطبيق القانون والقرارات الترتيبية. لكن هذا ما يمنعش وأن ثم مخالفات مست بعض الخطابات اللي عندها جانب متاع الكراهية متاع الشتم متاع السب، هذه موجودة. هناك استعمال علم الجمهورية، استعمال شعار الجمهورية، هناك بعض الاعتداءات على أعضاء رقابة الحملة التابعين للهيئة. تقريبا ما يقارب على 45 مخالفة شكلت جريمة فيها شبهة جريمة وقعت إحالتها على النيابة العمومية. باش يجينا التقرير النهائي باش يكون على ذمة الهيئة بداية من 18 ديسمبر أثناء البت في النتائج. بطبيعة الحال مجلس الهيئة إذا شافوا أن مجموعة المخالفات اللي قد تؤثر بصفة جوهرية وحاسمة على النتائج سيحدد الجزاء المناسب المتمثل في إمكانية بتاع إلغاء جزئية وكل الأصوات. شوف مجلس النواب الشعب هو باش يكون سيد نفسه
عند معاينه الشغور، هو باش يعين الشغور نتاع 7 مقاعد اللي هما ناقصين، وقتها هو باش يخرج من مرحله المراسيم الى مرحله القوانين. مجلس النواب الشعب وقتها باش يكون سيد نفسه، يا اما يراسل الهيئه في امكانيه بتاع اجراء انتخابات جزئيه، يعدل القانون، يبدله، يحافظ عليه نفس القواعد، وقتها هو سيد نفسه.